أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة نور الشام ومستمعينا عبر البث الإذاعي. بكل الود ألقاكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لكل داء دواء. مشاهدينا، يعتبر العقم من الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي سواء لدى الذكور أو الإناث، ويعرف على أنه العجز عن تحقيق الحمل بعد مرور عام من الزواج. للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، استشاري أمراض العقم والإخصاب والوراثة ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات التوليد وأمراض النساء والتوليد. يسعد أوقاتك دكتور. أسعد الله أوقاتك وأوقات كل الإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعني نحن تعودنا على وجودك معنا بقناة نور الشام، بنرحب فيك دائما وأبدا، ضيف عزيز وغالي عنا وأكيد عند المشاهدين اللي دائما بانتظار آخر ما توصل إليه الطب والعلم بهذا الخصوص، موضوع بخص كل البيوتات بشكل عام، أي حدا بيلامسه هذا الموضوع سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لحدا من الأقارب. ولكن موضوع العقم اليوم حديث عنه كتير كبير، مجاله كتير واسع، اليوم بخص كتير من الناس بحالات أكيد بتمرق لعند حضرتك كتير وبتعرفها. هلأ إحنا اليوم حلقتنا مشاهدينا بدنا نحكي بشكل عام عن العقم، بدنا نحكي أكيد عن آخر ما توصل إليه الطب، بالتأكيد رح أخذ اتصالات منكم. ولكن قبل ما نحكي عن العقم، يعني نحن هذا الشيء ملحوق عليه ورح نأخذ اتصالات السادة المشاهدين، ولكن دكتور كان في مؤتمر وكنت حضرتك رئيس المؤتمر، فأقيم منذ أيام المؤتمر العلمي الدولي 17 للجمعية السورية للمولدين والنسائيين بمشاركة واسعة من أطباء محليين وعرب وأجانب. بدنا نحكي عن المؤتمر، بس ما بعرف أول شيء أستاذ سامر ناخذ تقرير من أجل التقرير شوي وبنحكي عن المؤتمر. دائما تقام هاي المؤتمرات، اليوم المؤتمر 17. نعم، جديد هذا المؤتمر. نعم، يعني حقيقة ما تميز به هذا المؤتمر هو المشاركة الكبيرة والواسعة من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ومشاركة أيضا واسعة من محافظات سورية أيضا. لذلك يعني شارك به وقدم فيه أحدث المستجدات في اختصاص العقم والإخصاب المساعد وطب الجنين أيضا، فيعني شارك به أهم الشخصيات العلمية فحقيقة في الوطن العربي وبعض الشخصيات العالمية. لذلك هذا هو ما ميزه هذه المرة. أيضا يعني هدف يعني كان المؤتمر بشكل رئيسي هو تحسين نوعية الممارسة للأطبائنا وطلابنا ومقيمينا، يعني هل شيء هذا من الناحية العملية والنظرية اللي إن شاء الله رح ينعكس إيجابا على تقديم أفضل خدمة لمرضانا باختصاص الصحة الإنجابية. أيضا تميز المؤتمر بأنه كان يعني تبعه جلسات مناقشة عملية وورشات عمل فرعية وضعت خارطة الطريق للتعاون العلمي وتبادل الخبرات، خاصة في بعض الاختصاصات النادرة مثل الجراحة التنظيرية بالروبوت وبعض مستجدات الإخصاب المساعد. إذن يعني كان مو بس المؤتمر انبثق عنه ورشات عملية لوضع خارطة الطريق ضمن هالاختصاصات الفرعية اللي ما أنا موجودة أو ما انتشرت لسه
هسه في بلدنا. نعم، يعني سؤال دكتور، نحن وقت بنعمل مؤتمرات مو بس عن موضوع العقم او الاخصاب، حتى عن مواضيع اخرى بشكل عام، دائما في عنا نتائج، في عنا شيء ممكن ما نحن نسميه ضعف، ولكن يمكن لليوم نحن بدنا شغل ودراسة عليه. نعم. المؤتمرات السابقة ما حقول من ناحية الحضور، ولا رح أقول من المشاركين، رح أقول من الناحية العملية، شو تميز اليوم المؤتمر؟ نعم. شو الجديد اللي نحن نعم. وصلنا له؟ ممكن نقول نحن اليوم بسوريا، إذا بدي خصة بالذكر بهذا المؤتمر بسوريا اليوم، شو الجديد اللي وصلنا له بهذا المؤتمر؟ نعم، أولا يعني حقيقة كل المؤتمرات الجمعية السورية للمولدين والزائرين كانت تتميز بجديد في تلك الآونة، يعني بتعرف الطب في تطور مستمر، فيعني بكل مؤتمر هناك جديد يخص المؤتمر سابقا وحاليا ولاحقا. أكيد. هذا المؤتمر أيضا لا يشمل فقط العقم، حقيقة كان هناك محاور عديدة، أهم العقم والإخصاب المساعد، الجراحة التنظيرية، المستجدات طب الجنين والوراثة وطب الأم والجنين حتى. نعم. مستجدات الأورام، كان هناك جلسة خاصة على الإنتانات وتأثيرها على الإخصاب أيضا وعلى الخصوبة بشكل عام. إذا كان هناك محاور عديدة في المؤتمر، كل محاور لها مستجدات وتبعها جلسات مناقشة ومن الناحية النظرية والعملية. لكن الجديد فيه هو التعاون أو تبادل الخبرات، ومن الناحية العملية يعني هناك كما تعلمين على سبيل المثال بجراحة روبوت هناك مؤسسة عالمية إركاد تدرب الكوادر، تم الاتفاق على خطة لتدريب كوادر سورية تتحمل عبء هذه العمليات في المستقبل وتكون رائدة في هذا المجال. إذن هذا هو أيضا هناك تبعه ما يتعلق بالتعاون البحثي، يعني هناك دراسات كما تعلمين متعددة المراكز، تم يعني عمليا معظم الشخصيات هي شخصيات أكاديمية تم الاتفاق معها على تعاون علمي مستقبلي يعزز من قدرات طلابنا، طلاب دراسات عليا وطلاب دكتوراه، ويساعد في إنجاز أبحاث مشتركة ذات أهمية إقليمية وعالمية ستنشر لاحقا في مجلات محكمة عالية المستوى. أكيد نتمنى لكم التوفيق، ومثل هاي المؤتمرات أكيد بغاية الأهمية. نعم. وطالما في مشاركين وفي تبادل خبرات فهذا الشيء كتير هيك بيعطينا أمل. نعم. لقدام. نعم. بإذن الله تعالى. أستاذ سامر، نأجل التقرير لنهاية الحلقة أو ما في؟ طيب، معناها أنا خليني نوه للسادة المشاهدين، اليوم إذن حلقتنا عن موضوع العقم أو نقص الخصوبة بشكل عام. هلأ أنا ليش عم حس نقص الخصوبة؟ لأني أنا شايفة لقاءات سابقة. نعم. للدكتور. نعم. يعني بحس أنه يعني هيك أكثر تفاؤلا، أكثر تفاؤل يعني دائما. أكيد. دائما بنفضل هي نترجم كلمة infertility بنقص الخصوبة لأنه فيها تفاؤل أكثر، وكما تعلمين أن معظم حالات العقم هي قابلة للحل في معظم الأحيان. وأحب أن يعني أنا أحب أن أضيف إلى التعريف الذي ذكرتيه، هو أنه هو عدم حصول حمل، يعني كلمة العجز حتى كلمة مؤذية، هو عدم حصول حمل بعد سنة من علاقات زوجية متواترة. يعني إذا تزوجت من سنة وزوجها مسافر 8 شهور ما في نقول تأخر حمل، هذا أمر طبيعي. هناك بعض الحالات التي يجوز فيها مراجعة الطبيب واستشارته قبل مرور سنة إذا كان هناك سوابق جراحة مثلا حوضية قد تؤثر على العقم، أو العمر، العمر فوق سن 40، لأنه هون ما فينا نستنى سنة، لأنه العمر هون له أهمية أو الزمن له أهمية، بدنا حمل بسرعة بأسرع وقت ممكن. أيضا إذا هناك بعض الشكاوي لها علاقة أو قد تنعكس مثل انقطاع الدورة على سبيل المثال، يجب أن تراجع قبل ذلك، أو إذا هناك مشكلة واضحة عند الزوج أو سوابق جراحة على جهاز التناسل الذكري. إذن هو سنة بالمجمل أو بشكل عام، أما قد نتجاوز هذا التعريف في بعض الحالات الخاصة التي يعني التي ذكرتها، ومنها على سبيل المثال بعض الإمراضيات المؤثرة على العقم. نعم، يعني اليوم اللي عم يتابعونا يعني
انه الام او الحمايه اللي مزوجين ابنائهم جديد بعد شهر، يعني لا تسالون شو مخبينا وتبلشوا تحرجوهم بهذا السؤال. هذا يشكل حقيقه ضغط نفسي على الزوجين وضغط اجتماعي احيانا، يعني الضغوط النفسيه هي من اكثر الضغوط، والاجتماعيه من اكثر الضغوط على مرضى نقص الخصوبه. صحيح. يعني انا هي النقطه الاولى اللي حبيت انه نحن نبدا فيها، لانه للاسف دكتور دائما نحن بعد شهر او شهرين ما خبيتوا شيء، ما يعني هذا طبعا. هذا لسان حال الناس. نعم. بمجتمعاتنا. نعم. نعم. فنحن دائما بنقول انه يعني هذا ربما يؤثر نفسيا على صحه الزوج او الزوجه، مثل ما ذكر الدكتور معناها هذا عامل مهم نحن لازم نبعد. نعم. عنه بعد السنه نسالون بشكل عام، يعني لحسن طالع يعني البشري انه مع يعني هالضغوط ازدادت طرق معالجه العقم، واصبح الحمد لله معظم الحالات العقم المطلق نادر، يعني غياب او قصور المبيض التام او قصور الخصيتين التام هو فيما عدا ذلك معظم الحالات لها حل. صحيح. إذا مشاهدينا رح نبدا نعرض ارقام الهواتف، اي حدا عنده اي استفسار اي شكوى اي تساؤل يتصلوا على الارقام اللي رح تظهر اسفل الشاشه، وايضا اللي عم يتابعونا عبر البث الاذاعي اكيد ما بننساهم، انا رح اذكر الارقام، اي سؤال تتصلوا على الارقام اللي رح اذكرها 011 22 60 329، وايضا رقم ثاني 22 60 331، اذا 011 22 60 329 و 22 60 331. نبدا ناخذ الاتصالات باذن الله تعالى. هلا بنرجع دكتور لموضوعنا العقم، يمكن دائما بنحكي عنه ودائما بتلاقي الناس انه مرتو من الحديث عن هذا الموضوع، بدون معرفة أكثر، وخصوصا صاحب الحاجة، يعني مثل ما بيقولوا صاحب الحاجة أرعن، فأنا بدي أكبر المعلومات، أكبر قدر من المعلومات. شفنا الحديث، بس ثواني معلش، عم يقولوا لي أول اتصال اتصالات بديت، بس بدنا ننوه إنه العقم لا يخص لا رجل على حد سواء ولا المرأة على حد سواء. نعم. مثل ما بتشرح حقيقة لنا. العقم أسبابه يشترك فيها الرجل والمرأة، يعني تشكل أسباب الأنثوية أو التي تتعلق بالزوجة 40% تقريبا، الذكرية 35 ل40 أيضا، وهناك 15% مشتركة بين الزوجين، تمام، و10% ما زالت بنسميه عقم غير مفسر أو عقم أسباب مجهولة. إذا نعم. يشترك الزوجان بموضوع تأخر الإنجاب أو موضوع نقص الخصوبة. نعم، يلا خلينا نبدأ بالاتصالات، ما بدي نطر غنى. أول اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس نعلي صوت المحلي أستاذ سامر لو سمحت. يلا سؤالك غنى للدكتور. هلا انا متزوجه من 7 سنين وزوجي قالوا له انه يعني عدد النقاط 0، ولحتى لما رحت لعند عده دكاتره قالوا لنا انه بده خزعه دبوسه بيقولوا له يمكن. نعم. بس بدي اسال الدكتور، يعني انه هي قالوا لنا انه كثير هي مضر، يعني في لها اضرار وفي لها اثار جانبيه، بدي اسال الدكتور يعني انه هي ممكن تكون في حل يعني هي لها؟ نعم. يعني انه غير هذا الحل بدها. نعم. او انه بدها ترتاح بهذا الموضوع. نعم. دكتور تسأل شيء قبل ما نسكر؟ لا لا تمام، انا فهمت الوضع انه هناك حاله من انعدام النطاف عند الزوج، وهي حاله تشكل تقريبا 15% من مرضى العقم الذكري او تأخر الانجاب الذكري المنشأ. طبعا اولا يجب اسباب انعدام النطاف عديده، قد يكون هي تصنف الى صنفين رئيسيين، اما ان يكون انسدادي، يعني هناك انسداد في الاقنيه التي الواصله من الخصيه الى الخارج، وقد يكون افرازي، يعني هناك نقص في انتاج النطاف او نقص او توقف في تطور النطاف في احد المراحل، او احيانا غياب الخلايا المنشئه او المشكله او المولده للنطاف. اذا هناك اسباب عديده، هي صنفين رئيسيين، اما انسدادي وافرازي، واحيانا يعني يجب دراسة الحالة لتصنيفها بشكل سريع ووضع التشخيص الدقيق. قد تكون أسباب هرمونية لها علاقة بما قبل بالوطاء أو الغدة النخامية، على سبيل المثال قصور الغدة النخامية أو قصور الوطاء يؤدي إلى انعدام النطاف، وهذا علاجه دوائي سهل. أيضا يجب الفحص السريري والإضافة إلى الفحص السائل المنوي المفصل. يعني هناك يجب أن يخضع الزوج إلى استقصاءات تشمل الفحوصات الهرمونية، فحص السائل المنوي، الأمواج فوق صوتية أو الإيكو دوبلر للخصية، لوضع
توجه نحو التشخيص. بعد ذلك في حال لم نصل إلى تشخيص دقيق، أحيانا يوضع التشخيص من خلال التحاليل الهرمونية، ولا حاجة للخزعة في هذه الحالة. يجب إعطاء العلاج، ولا يجوز إجراء الخزعة قبل مرور سنة على المعالجة على سبيل المثال في حالات قصور الوطاء أو قصور الغدة النخامية. أما إذا لم نصل إلى التشخيص فهناك استطباء. الخزعة الجراحية تقريبا ألغيت في الطب الحديث، يجب إجراء ما يسمى خريطة الخصية أو عملية تفتيش على النطاف بالإبرة الدقيقة، حيث يؤخذ من 6 أماكن من كل خصية بالإبرة الدقيقة التي لا تؤذي بالمطلق الخصيتين على الإطلاق، ويمكن الوصول إلى تشخيص دقيق. قد يكون هناك جزر أو بؤر منتجة للنطاف في أي مكان من الخصيتين، في هذا المسح الشامل يمكن وضع التشخيص ومعرفة أين المكان المنتج. وفي حال عدم وجود نطاف يمكن معرفة بأي مرحلة يصل تطور النطاف، وبالتالي وضع خطة علاج دقيقة لهذه الحالة. لذلك أشجع زوجك بإجراء دراسة مفصلة، وفي حال وجود استطباب للخريطة الخصية وليس الخزعة يجب إجراءها بالتأكيد، لأنها هي عبارة عن المعيار الذهبي في التشخيص. نعم، إن شاء الله يكون وصلتك الإجابة. نعم. بالصورة أيضا في حال وجود نطاف يمكن حفظها بالتجميد، مشان بالمستقبل إذا كان في انسداد ما نرجع مرة ثانية نسحب من الخصية. يعني كمان هذا مهم جدا، أنه في حال قد تكون علاجية إن شاء الله يزيد معنا علاجية. وقت معرج. نعم. لأنه لليوم يمكن في ناس يعني مو وصلان فكرة أنه شو يعني بالتجميد وشو يعني. إن شاء الله يزيد معنا وقت لحتى. نعم. نشرح. نعم. بس في عنا كثير من الاتصال صالات رح اخذهم بالترتيب. هلا في عندي روعه. الو، السلام عليكم. الو، اهلا وسهلا، تفضلي. أهلا. سؤالك روعه. انت سمحتي بس بدي اساله عن رحمه التليفون. بس ثواني استاذ سامر، نعلي المحلي. منعيد السؤال روعه لو سمحتي. صوتك واطي على فكره، ما سمعتك. اعطيني السؤال وسكري وامورك عندي. بدي اسال الدكتور عن رحم الطفوله. نعم نعم، انه بتقدر انه تتزوج، وامتى انه ما بيقدر الواحد يتزوج، وفي مجال انه الانجاب. في مجال الانجاب. نعم تمام، وصل سؤالك، هلا بيجاوبك الدكتور، تكرم عينك. ماشي. شكرا لاتصالك. في عندي متصله ايضا استاذ سامر، خليني اخذ السؤال اللي بعده وبنجاوب على السؤالين. الو، مين معنا؟ الو دكتور، انا قلت ما تفضلي. تفضلي سامعك الدكتور، سؤالك. انا لي 12 سنه متجوزه. دكتور، انا في فتره يجي جوزي معه ضعف بالحركه، بالاخير طول المده عم باي ثقب بالرحم بالانبوبه اللي عندي. شو اخر فكره قلتيها؟ شوي بس اشرحي لنا اياها. انا باخر شيء صار معي التهابات، عم شدت التهابات، صار معي ثقب بالانبوب. تمام. شو اسمه، انا بس بدي اعرف يعني في حكم علاج إلي لهالطريق الحمل، اما اجباري لازم اعمل عمليه في الانبوب. خليكي معي شوي صغيره بس لنشوف. نعم. دكتور بتسالي شيء؟ لا، واضحه الحاله. خلص واضحه الحاله. هلا بيجاوبك الدكتور، اسمعينا من التلفزيون. خليني جاوب على السؤالين الاول. السؤال الاول سؤال روعه، انه رحم طفولي، يعني انه هذا التسميه دقيقه دكتور؟ نعم، اولا لا يوجد شيء هو رحم طفلي حقيقه. على الصعيد العملي والسريري، احيانا اطباء اذا عملت صوره شعاعيه اطباء الاشعه بيقولوا رحم صغير الحجم او رحم طفلي. الرحم يعني بالحاله الطبيعيه هو قد حبه الجوزه، بيتمدد ويحمل 3 أطفال. صحيح. احيانا يعني الرحم الطفلي غالبا هذه الحاله مصطلح يعني يتماشى او يذكر عندما بحالات قصور الغده النخاميه او بحالات انقطاع الطمث البدئي. فبكل الاحوال عند المعالجه الهرمونيه المعيضه ينمو الرحم ويصبح بالحجم الطبيعي. بالتاكيد هو حجمه صغير بسبب قله الدوره الطمثيه، بالمعالجه يمكن ان يعود. هنا يجب ان نميز نوعين، قد يكون انقطاع الطمث ناجم عن قصور بالهرمونات، نقص بالهرمونات النخامية، وهذا علاجه سهل ونسبة الحمل تكاد تكون 100%. وبعض الحالات ناجم عن غياب خلقي للبويضات أو ما يسمى قصور مبيض محيطي، وهذه الحالة للأسف حتى الآن لا يوجد علاج ناجع لها. إذن يجب الوصول إلى تشخيص دقيق
لمعرفة خطة العلاج، وبكل الأحوال تحتاج إلى علاج للحفاظ. تعفي أبحاث الخلايا الجذعية حتى بحالة قصور مبيض آخذ في التطور، وإن شاء الله ستصل إلى نتيجة في المستقبل. إذن الأمل واعد بكل الأحوال، يجب إجراء المعالجة بحالات الرحم الطفلي، المعالجة الهرمونية المعيضة، لأنه الحالة أيضا تترافق مع نقص الفيتامين د، مع نقص مع بعض قد تصل إلى ما يسمى أوستيوبروسيس أو تخلخل العظام. يجب هناك لابد من المعالجة الهرمونية المعيضة بشكل مستمر حتى بلوغ السن الطبيعية للإياس أو لانقطاع الطمس. نعم إن شاء الله الجواب. هلا السؤال الثاني، بس في كتير اتصالات بطلب منكم، بس هيك طولوا بالكم علينا، إن شاء الله يا رب نلحق أكبر كم من الاتصالات. نعم. بإذن الله تعالى. بدي جاوب سؤال 12 سنة زواج. نعم. بتذكروا دكتور؟ بتذكروا تماما. الزوج عنده نقص حركي وهي يعني تقريبا سوالة ثقب. نعم. غالبا ما في شيء اسمه ثقب، غالبا التصاقات أو أذية بالبوق. تمام. وقد يكون أحيانا انسداد أو التصاقات أو تأذي بأهداب البوق. أولا القسم الأول هو نقص الحركة، نقص حركة النطاف أو ما يسمى باللغة الطبية وهن النطاف، يعني له أسباب عديدة، قد يكون أسباب مناعية، قد يكون أسباب يعني قد يكون بدئي، قد يكون أسباب أحيانا إنتانية، قد له علاقة بالمخزون الوراثي، هناك أمراض وراثية تؤدي إلى انعدام النطاف أو وهن النطاف مثل تكور النطاف أو انعدام أو مثل كارتاجينر، بعض الأمراض المتلازمات، الأمراض عامة قد تؤدي إلى انعدام النطاف أو حالات بعض الحالات التي تترافق مع انعدام بحركة الأهداف بالجسم كله بما فيها النطاف تماما، وهذا يترافق مع توسع بالقصبات. وإذا يجب دراسة حالة الزوج أيضا من الناحية العامة والناحية الوراثية والناحية الإخصابية أو ما يسمى بالسائل المنوي، والوصول إلى التشخيص الدقيق والعلاج يكون حسب التشخيص. هناك الحالات كثيرة لها علاج، وهناك حالات نصل إلى ليس لها إلا اللجوء إلى تقنيات الإخصاب المساعد. نقص الحركة يعني لا يتماشى مع العقم المطلق، أكيد لها حل، ونسبة الحمل يعني عالية جدا. إذا لم يكن بالعلاج الطبيعي ممكن اللجوء إلى تقنيات الإخصاب المساعد، اللي هي بشكل رئيسي نوعين، الإمناء ضمن الرحم وهذا أمر بسيط جدا وغير مكلف، أو اللجوء للإخصاب خارج الجسم أو تقنيات أطفال أنامين. بالنسبة للسيدة، حدوث التهابات قد تصل بشكل صاعد إلى البوقين وتؤذي جزء من الأهداب، هذا بالتأكيد، وقد تؤذي البوق أحيانا. لا يمكن تشخيص حالة البوق إلا بإجراء تنظير بطن. أنا أنصح السيدة إذا كان وصلنا إلى تحليل سائل منوي طبيعي وحل يعني وتم حل مشكلة الزوج، اللجوء لتنظير البطن، لأنه لا يمكن تقييم البوق أو أذية البوق الالتهابية إلا بالتنظير. هلأ إذا كان الزوج بقي هناك نقص حركة أو وصلنا إلى اللجوء لتقنيات الإخصاب المساعد خارج الجسم، هنا لا داعي للتنظير إلا لتقييم هل هناك استسقاء توسع بالبوق قد يؤذي التعشيش، هل هناك يعني هل ينعكس هذا الموضوع إلى الانغراس أو التعشيش. في هذا يجب حل المشكلة الالتهابية وعلاجها قبل، لأنه المشاكل الالتهابية قد تؤذي حتى النتائج أو الإخصاب خارج الجسم، أو قد تقلل من نتائج أطفال الأنابيب أو التعشيش بأطفال الأنابيب. لذلك هنا لابد من حل المشكلة الالتهابية بالمطلق قبل اللجوء لتقنيات الإخصاب المساعد. نعم. باخذ هلا سؤال من رنا. قالوا السلام عليكم. الله يعافيك يا رب، تفضلي سؤالك. دكتور سؤال. تفضلي. بنتي إلها متزوجة 6 سنين. بنتها إلها متزوجة 3 سنين. تمام. بنتي إلها متزوجة 3 سنين، وأنا عملت تحاليل كله الحمد لله طبيعي. ألو. نعم. تفضلي سؤال. صوت غني كثير مالي عم بسمع. أعطينا السؤال وهلا بجاوبك الدكتور. وكله الحمد لله كله طبيعي، عملت إملة إبرة ظليلية ما استفادت شيء. شو السبب قال؟ نعم. نعم. هلا بجاوبك الدكتور. في سؤال دكتور تسأله يا قبل ما نسكت؟ يعني أنا أكيد الواضح إنه هي أجرت كل الاختبارات وكانت طبيعية. اسمعينا من التلفزيون. نعم. نعم. هلا لابد من إجراء الاختبارات المعمقة. يعني اختبارات وظائف النطاف على سبيل المثال للزوج حتى نتأكد أنه سليم 100%. هلأ الصورة تعطينا فكرة عن نفوذية البوقين، لكن لا تعطي فكرة عن وظيفة البوقين. في حال أنه 3 سنوات وأجرت كل الاختبارات وكانت كلها ضمن الحدود الطبيعية بما فيها اختبارات مخزون المبيض الأنتيمولانين، لأنه هذا مهم جدا، إذا كان مخزون المبيض طبيعي لديها والزوج طبيعي، في هذه الحالة نصل إلى ما قبل تشخيص التأخر الإنجاب الإيديوباثيك أو المشلول السبب. هنا لابد من إجراء تنظير
بطن تشخيصي وعلاجي في حال وجود اي مشكله. قد يكون هناك مشكله لا علاقه بالبوقين، بوظيفه البوقين، التصاقات على البوقين، خلل يعني خلقي بطول البوقين، يعني قد يكون هناك مشكله اخرى تكشف بالتنظير. في حال وصل عملنا تنظير وكان طبيعي ايضا، وصلنا الى تشخيص العقم مجهول السبب، وهنا له خطه علاج. يعني اول يعني تبدا بتحريض الاباضه الفعال، ثم الامناء ضمن الرحم، واخر تنتهي بالاخصاب خارج الجسم. اذا لابد من اجراء الاختبارات المعمقه بشكل تفصيلي تماما حتى نصل الى تشخيص دقيق ووضع خطه العلاج الملائم ان شاء الله بالشفاء. معي فاطمه. سؤال فاطمه. الو السلام عليكم. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي فاطمه سؤالك للدكتور. الله يزيد فضلك. بس دكتور عم يسمعني؟ ايه ايه تمام تفضل. بس بدنا في جوزي في مع ضعف بالماده. يعني تمام. كان قالوا دوالي اخذ علاج عمل عمليه وما استفاد شيء، بس هلا ضعف كثير بالماده. وما عم يصير حمل. نعم. هلا بجاوبك الدكتور فاطمه. نعم يعني سمعينا من التلفزيون. نعم هي تذكر ان هناك ضعف في تعداد اكيد السائل المنوي. طبعا ضعف الماده هو انواع، قد يكون نقص في التعداد، وقد يكون نقص في الحركه، وقد يكون زياده في الاشكال الشاذه الموجوده في النطاف. اذا يجب تحديد بدقه ما هو الضعف اولا، واجراء الاستقصاءات السريريه، الفحص السريري، الصدويه ما يتعلق بالتصوير بالامواج الصوتيه والدوبلر للتاكد من شفاء الدوالي. الدوالي من الامراض احيانا الناكسه، لانه احيانا ما بيقدروا يربطوا كل الاورده، فبضل قد تنكس، والنكس لا يكون مسؤول عنه الطبيب، يعني بشكل طبيعي رجع توسعت الاورده ونكست الدوالي تماما بسبب وضع المريض في حالات الدوالي الشديده. ايضا لازم اجراء او يجب اجراء الفحوصات الهرمونيه لنعرف نوع القصور تمام، هل هو ناقص الهرمونات او زائد الهرمونات او سوي، وكل حاله لها علاج مختلف عن الاخر. يعني هناك بعض الحالات لها علاج والعلاج يعني ناجع ويصل الى نتيجه، وهناك بعض حالات توجه مباشره نحو الاخصاب المساعد مباشره بكل تقنياته. يعني بكل الاحوال طالما هناك تعداد وحركه لابد باذن الله من حصول الحمل لاحقا، الا انه يجب اختيار الطريقه المثلى للمعالجه سواء كانت دوائيه او جراحيه. الدوالي حقيقه من الامراض الشائعه جدا، والدوالي الدرجه الاولى هي 4 درجات، الاولى والثانيه لا تحتاج الى جراحه او تداخل جراحه، وهي موجوده بنسبه تقريبا ربع الى ثلث الاشخاص، اما الثالثه والرابعه هي الدوالي السريريه هي التي لا تحتاج الى جراحه، ونتائجها مشجعه جدا اذا اجريت بيد خبيره ودون اختلاطات. اكيد. في عندي محمد، الاخ محمد من حلب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تفضل سؤالك للدكتور. الله يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا. من 4 سنين واجتني بنت، وحاليا ما بقى يجيني اولاد. رحت عملت تحليل سائل منوي، طلع العدد ممتاز والحركه ممتازه، بس الكميه كثير ضعيفه. نعم. طلع معي دوالي بالخصيه اليسار، يعني في لها علاج ما لها علاج ممكن اعرف؟ نعم. هي الدوالي بالدرجه الثانيه. حقيقة الدوالي درجة أولى أو ثانية عادة لا تؤثر على الحجم، هذا بكل تأكيد. يعني يجب ربط حتى نتأكد أنه الدوالي مؤثرة ولا لا. هي عادة الدوالي قد تؤثر إلى ما يسمى تشظي الدي إن إيه بالنطاف، إذا كان التحليل موجود عندكم تعملوا بتعرف إذا كان هالدوالي مؤثرة ولا لا، لأن درجة ثانية هي حدودية، ثالثة التي تحتاج إلى جراحة. أنا لا أظن أن المشكلة متعلقة بالدوالي. نقص حجم السائل المنوي له أسباب عديدة، أهمها ما يسمى تحت انسداد الأقنية نتيجة التهاب صار في تضيق أو كذا، وأهمها جزء من السائل أحيانا ما يسمى بالدفق الراجع إذا كان هناك أذية عصبية، على سبيل المثال إذا كان هناك مرض السكري يترافق مع نقص مترقي بالحجم يصل إلى درجة انقطاع السائل المنوي أحيانا. هناك بعض الأذيات الرضية للأعصاب أو بعض التهاب الأعصاب المحيطية قد يؤدي إلى نقص. هناك بعض حالات الموضوعيه لا علاقه بغده البروستات، لها علاقه بمعصره المثاني، تؤدي الى نوع جزء من السائل يعود الى المثاني، وبالتالي تنقص الكميه التي تخرج الى الخارج. هناك بعض كما اسلفت التليفات او الالتهابات المزمنه للبروستات ينقص ايضا الانتاج، تعفو 90%
أو 85% من السائل هو يأتي من الحويصة المنوية من غدة البروستات أو الموثي. إذا النطاف تشكل فقط أقل من 5-10% من مجمل السائل، لذلك عندما ينقص سائل هناك يجب أن نبحث عن سببه، وعادة نصل إلى العلاج حسب السبب بكل تأكيد. إن شاء الله بالشفاء وبالذرية الصالحة. بأخذ اتصال أيضا من فاطمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم فاطمة. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا صايرة معي مشكلة. تفضلي. تفضلي. أنا صار لي متجوزة 3 سنين. نعم. بحمل بس بكياس. شو بتعمل؟ شو هو؟ شو بتحملي؟ يعني حمل جوزي كان معه عمل دوالي عمل عملية. إيه. بحمل بصير يعني كيس ما بصير بيه ولد. إيه. هذا نعم نعم نعم. كم مرة حملتي؟ كم مرة صار؟ إيه بضل 3 شهور بعدين بنزله. كم مرة صار الحمل هذا؟ مرتين. تمام. مرتين طبعا لابد من اجراء استقصاءات. نعم هلا بيجاوبك. نعم. الدكتور لانه نعم. انا عم بسمع الصوت الراجع مشان هيك سمعينا من التلفزيون. تمام. فاطمه شو يعني بنقول لك اختي الكريمه بالنسبه لك وصول لهذا ما يسمى الحمل بيضة رائقة، يعني هناك كيس حمل لا يتشكل ضمنه مضغة، طبعا هذا مرتين يعني عبارة عن فقدان حمل متكرر، يعني هلا بتعريف فقدان حمل متكرر صار الفقدان حمل لمرتين متتاليتين وهذا ينطبق عليها، هنا يجب لابد من إجراء استقصاءات أيضا عديدة لمعرفة السبب، في هذه الحالة السبب يغلب أن يكون له علاقة بالزوجة ويمكن أن يكون بالرجل إذا كان يعني أسباب الذكرية هي أحد شيئين، إما أن يكون هناك خلل بالصبغيات او يكون هناك زياده في تشظي الدي او تشدف الدي. اما بالنسبه لك لابد من اجراء استقصاءات مناعيه لمعرفه هل هناك سبب مناعي والتخثريه، هل هناك زياده او اهبه للخثار او زياده بقابليه التخثر قد تؤدي الى عدم تشكل، وايضا بعض الاسباب العضويه او التشريحيه، هناك اسباب صبغيه تتعلق بالزوجه، اذا هناك يعني الأسباب الإنتانية نادرة جدا التي لها، هناك بعض الأسباب التي متعلقة ببعض المتلازمات، يعني إذا يجب إجراء دراسة كاملة لك ما يسمى الدراسة الخاصة بفقدان الحمل المتكرر بما فيها شاملة اختبارات الهرمونية مثل اختبارات الغدة الدرقية وأضداد الدرق على سبيل المثال، الاختبارات المناعية والتخثرية، الدراسة التشريحية بالأمواج فوق الصوتية وخاصة ثلاثي الأبعاد لمعرفة جوف الرحم، إذا هناك دراسة كاملة يجب أن تجرى مسندة بالبينة يعني مثبتة أنها يجب أن تجرى لكشف السبب والوصول إلى العلاج حسب السبب. إذا الحالة تتماشى مع فقدان حمل متكرر باكر، هذه الحالة يغلب أن تكون لها علاقة بالصبيات إلا أنه يجب إجراء استقصاءات للوقاية من المرة الثالثة. نعم هلأ بدي أخذ اتصال من لمى. يسعد أوقاتك يا لمى. أهلا وسهلا يا لمى. عم تسمعيني؟ ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. هلا فيك تفضلي سؤالك للدكتور. اهلا وسهلا ومرحبا. دكتور هلا انا بدي اسال سؤال. هلا انا ابني عمره هلا 3 سنين وشهرين، فطمته كان عمره 11 شهر، لهلا في انه حليب بمنطقه الثدي، كيف بدي اتخلص منه؟ نعم. شو لازم اخذ ليروح الحليب؟ نعم. وهل هو بيأثر على هرمونات جسمي على شعري على دورة الشهرية؟ نعم يعني سؤال نعم سؤال وجيه حقيقة، هو السيدات كثير بيشكوا منه أحيانا حتى البنات قبل الزواج، هو خروج سائل من الثدي، يعني يجب أولا معرفة أنه يعني الحالة هل أنت راغبة بالحمل أم غير راغبة بالحمل، هي أولا إذا راغبة بالحمل لابد من التعمق أكثر وإجراء الاستقصاء ما يسمى بول أوف برولاكتين، تحليل البرولاكتين وحتى يفضل يكون على 3 مرات وأخذ الوسطي، لأنه أحيانا بشكل بحالة نفسية بيرتفع، إذا من شكة الإبرة بيرتفع شوي البرولاكتين، ارتفاع البسيط ليس له قيمة، أما إذا هناك ارتفاع بالبرولاكتين يجب أيضا إذا كان ارتفاع شديد التعمق أكثر، هل هناك مشكلة في الغدة النخامية سواء كان ورم مجهري أو ورم كبير مايكرو أدينوما، أما إذا كان الهرمون طبيعي يغلب أن تكون
تكون مشكلة عارضة، إما زيادة حساسية مستقبلات الثدي لهرمون البرولاكتين، وهذا يعني له علاقة بالحالة النفسية أحيانا، كما يقولون العوام الحنية الزائدة أحيانا تعمل بإفراز الحالة النفسية، تعمل إفراز حليب. فإذا كان هناك رغبة بالحمل لابد من المعالجة، أما إذا لم يكن هناك رغبة بالحمل وكان الهرمون طبيعي حتى لا داعي للعلاج، لأنه بتراجع لحاله عفويا. طبعا لابد من فحص الثدي ونفي الأفات الموضعية، كيسات أو لا سمح الله كتل في الثدي، هذا أمر سهل جدا يمكن بالفحص الدوري الذاتي سيدي تعرفه. فإذا تختلف يختلف العلاج حسب الحالة وحسب الرغبة في الحمل. هلأ عند البنات كثير نلاحظ قليل من الإفراز، هذا ليس له أي قيمة ولا داعي لعلاجه إلا إذا ترافق مع زيادة شديدة في الهرمون البرولاكتين، هنا لابد من المعالجة. نعم، هلأ بنتقل لسؤال محمود لساته معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل سؤالك. لو سمحت بس سؤالي، هلأ أنا تزوجت تقريبا من سنة، بعد 6 شهور دكتورة النسائية طلبت منها تحليل سائل الزوج. نعم. فحللت طلع عندي العدد 29 مليون. نعم. بعد تقريبا 3 شهور اخذت تسبيمان وارجينين وكرياتينين وعده ادويه، فصار في عندي العدد تقريبا بال 79 مليون. بس المشكله اللي لحد الان عم بتضل هي الحركه لبعد ساعتين، يعني بعد ساعتين عم بتضل 10%. نعم. من السائل كلياته. تساله شيء دكتور؟ نعم. لا تمام، واضح الوضع. شوف اخي الكريم، اولا يعني عندنا مشكله حقيقه في معايير السائل المنوي. التعداد الطبيعي، التعداد عندك طبيعي بالاصل، التعداد المقبول عالميا حسب معايير منظمه الصحه العالميه تبع 2020 طلعت منذ اشهر حقيقه اعلنت، هي 16 مليون بالام ال. كل تحليل تعداده فوق 16 مليون بحيث انه يكون العدد الاجمالي بكل السائل فوق 39، هذا يعتبر طبيعي. اذا انت التعداد اصلا عندك طبيعي، تمام. هلا الحركه التي المعياريه التي يجب ان يؤخذ بها هي الحركه بعد ساعه من وضع السائل المنوي، يجب ان تكون الحركه التقدميه فوق 30%، و الحركة الإجمالية 42%، هي المعايير الجديدة لمنظمة الصحة العالمية. لذلك الحركة يعني أنا بهمني الحركة بعد ساعة، إذا كانت فوق التقدمية الأول بي يعني الأكتف والفيري أكتف فوق 30 هذا أمر طبيعي، ويجب البحث عن سبب آخر لتأخر الحمل. كثير أحيانا يعني شافوا خلل بسيط والخلص معناتها من الزوج، يجب أن دراسة معمقة أكثر للزوجة و دراسة دقيقة حتى للسائل المنوي بحيث يعطينا مخطط لحركة النطاف وخاصة بعد ساعة. هلأ بعد ساعتين أو أحيانا بيجونا بعد 4 ساعات الحركة ضعفت، هذا أمر أحيانا بيكون طبيعي، ما أنه هالمشكلة الرئيسية ولا يعول عليه كسبب من أسباب تأخر الإنجاب. إذا أنصحك بإجراء تحليل دقيق للسائل المنوي ومعرفة الحركة، إن كانت فوق العدد أكيد طبيعي عندك بالتحليلين طبيعي، فوق 16 مليون يعتبر طبيعي، أما الحركة يجب أن تكون تقدمية فوق 30% وهذا أمر طبيعي، والإجمالية يعني فوق 42%. نعم، بدي أخذ كمان سؤال من نبيها. ألو، السلام عليكم. نبيها معنا على الخط. ألو، يعطيك العافية. هلا، تفضلي سؤالك للدكتور. دكتور يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور بس بدي أسألك، أنا إلي 10 سنين متزوجين ولا مرة صار في حمل. إن شاء الله بصير بإذن الله. إن شاء الله يا رب. كان النسبة عند زوجي كثير منيحة، بعد فترة إنه بعد 8 سنين من الزواج صار في مضاعفات. صار عنده نسبة الحيوانات المنوية 20% بس. نعم. بعدين أخذنا أدوية وهيك، عم صارت عنده نسبة منيحة بس هلا الحركة بطيئة. نعم. هلا التعداد صار منيح بس الحركة بطيئة. يعني حقيقة وصل للسؤال. ايه وصل. نعم، بعد 10 سنوات يجب أن يكون القرار حكيم، يعني والتشخيص حاذق اكثر، لانه يعني ما معقول تضل تستنى عامل زمن مهم. نعم. جدا.
هلا هناك بعض حالات يعاني منها الزوج ما تسمى قصور الخصية المترقي، يعني يكون الإنسان طبيعي يتناقص التحليل بالتدريج، أحيانا يصل لتعداد صفر، وهذا بهذه الحالة عند إرساء التشخيص يجب اللجوء أيضا لتقانات حفظ النطاق أو تجميل النطاق. بس واضح أن الزوج عنده مشكلة بسيطة، كان طبيعي نزلت العدد، رد ارتفع العدد. أنا أنصحك حقيقة بالتعمق بدراسة الحالة خاصة من ناحيتك ومن ناحية الزوج، وفي حال تأخر اللجوء لتقانات الإخصاب، أحيانا كما أسلفت بسيطة جدا اللجوء للإمناء ضمن الرحم أو التلقيح الصناعي من نطاف الزوج، هذا أمر بسيط وغير مكلف، ويعني بنتجاوز الضعف البسيط اللي عند الزوج إذا كان موجود وكان الحل طويل الأمد، على الأقل بالحمل الأول ويتابع الزوج بعدين علاجه بشكل يعني على مهله بشكل تدريجي وبطيء، ما بعود في مشكلة عندما تنجب الحمل الأول. لذلك أنا أنصح بهذه الحالة بعد 10 سنوات لابد من اللجوء لتقانات الإخصاب المساعد التي قد تكون أحيانا بسيطة. نعم. هلأ بنروح لسؤال لأم جمال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. ألو. تفضلي أم جمال، سؤالك للدكتور، بس يا ريت من السادة المتصلين ننور صوت التلفزيون مشان نسأل السؤال بسرعة. تفضلي دكتور، بدي اسألك سؤالين لو سمحت. تفضلي. هلا جوزي بيعاني بالحكه من الخصيتين، بتجي حكه كثير قوية تحت الجلد، وما خلى كريم مستعمله والله، بس ما عم يرتاح ابدا، من زمان هو بيعاني من هي الحكه كثير. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني دكتور، اختي عمرها 20 سنة، متجوزة وعندها ولدين، وهي من صغرها بتعاني من البول اللا إرادي بالنفس. نعم نعم. يعني حقيقة وحتى بنهار العفو منك، يعني فجأة بتصير بدها تبول ما تتحمل دغري بتلوث حالها العفو. نعم. طيب. نعم. هلا بجاوبك الدكتور. نعم. نعم. جمال، شكرا لاتصالك. شكرا شكرا لاتصالك. حقيقه سؤالين يعني يتعلقوا باختصاصات اخرى. اولا الحكه المزمنه هي حكه لها اسباب جلديه عديده، قد تكون تحسسيه، قد تكون نوع من انواع الاكزيما، قد تكون يجب مراجعه اخصائي بالامراض الجلديه لمعرفه السبب، واحيانا يضطر لاخذ احيانا خزعات من الجلد لمعرفه نوع المرض بدقه. يعني هذه تتعلق حقيقة باختصاص الأمراض الجلدية والزهرية. هلا السؤال الثاني وضوع سلس البول واستمراره منذ الطفولة، هناك قطعا مشكلة لها علاقة بالهرمون مضاد للإدرار بأسباب أحيانا في معظمها أسباب نفسية. إذا كان هناك أسباب موضعية مثل هبوط المثاني الناجم الذي يحدث أحيانا بعد الولادة، هذا يمكن إصلاحه بعملية بسيطة تسمى تعليق قبة المهبل أو تعليق التي أو تي، أو يعني عملية بسيطة يمكن إجراءها. فلابد من مراجعة الطبيب، وعادة يفضل يكون طبيب أخصائي بالأمراض البولية، الأمراض الجراحة البولية، لمعرفة تشخيص السبب وعلاج حسب السبب. نعم. هلا بنروح لسؤال من محمد. يسعد اوقاتك محمد. الو، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضل سؤالك. كيفك انسى، كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا. يا هلا، اهلا وسهلا. دكتور عندي سؤال، انا متزوج 3 سنين، جاني الولد الاول معه شق شفه. نعم. نعم. مع عدم وجود يعني عوامل وراثيه. نعم. الولد الثاني كمان اجى معه شق شفه وشراع بالحنك. شراع حنك، نعم نعم. مع انه ما في بالعيله يعني ولا إصابة بهذا المرض أو صحيح. هذه الحالة. نعم نعم. يعني حقيقة فلح، هذا نسميه فلح الشفة، وأحيانا فلح الشفة والحنك اللي العوام بسموه شفة الأرنب. يعني هو من الوراثة المتعددة العوامل، يعني هناك عامل مؤهب يظهر بعوامل بيئية قد تتعرض لها الحامل، لابد أيضا هذه الحالة من دلوقتي. هلا لا يعني عندما يكون السبب وراثة متعددة العوامل لا يعني أنه موجود في العائلة، قد تكون طفرة بدأت من الزوجين ولابد من كشفها ومعالجتها. أحيانا يعني بعض العادات أو الأدوية أو قد تؤدي لبعض الشوهات، يعني عرف أنه الكورتيزون استخدامه عند الحيوانات يؤدي إلى انشقاق الشفة والحنك، لأنه لم يثبت حتى الآن عند الإنسان ذلك. لابد من
مقاربة الحالة بشكل دقيق، معرفة وضع الزوجة ومعرفة الأدوية التي استخدمها طوال الحمل بالمراحل بالحمول السابقة، يعني التعمق بمعرفة العادات أو الأنماط التغذية لمعرفة هل هناك سبب بيئي للحيلولة دون تكرر هذه الحالة. وفي الواقع أندر من النادر أن يتكرر لسوء الحظ أن تكرر مرتين، هذا يدل على أنه هناك عامل سبب. هناك عامل جيني تمام. داخلي يظهر بعوامل بعوامل بيئية أو محيطية، وهذا الذي نسميه الوراثة المتعددة العوامل. معناها هون لازم ننتبه طالما تكررت الحالة بدها دراسة قبل الحمل الثالث. طبعا يكشف أثناء الحمل بالإيكو رباعي الأبعاد يظهر منذ بداية الحمل. نعم، هلأ باخد اتصال من مرام. يسعد أوقاتك مرام. ألو، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. يزيد فضلك يا رب. سؤالك مرام. سؤالي بس بعد إذن الدكتور. تفضلي. هلأ أنا كان عندي مبيض متعدد الكيفة وعم باخد جليسيفاج وأحيانا ميتفورمين وأدوية السكر، هدول متعارف عليها. نعم نعم. فبس بدي أسأل الدكتور أنه أنا كل عمري، هلأ أنا عمري 30، كل عمري بدي ضل عم أخده لهذا الدواء ولا شو؟ يعني أنه أنا تعود جسمي عليه، يعني معقولة أنا ما عاد أحسن أعيش بلا؟ متزوجة حضرتك عندك؟ هلأ على الإيكو وقت كون موقفته لفترة طويلة. يا مرام يا ريت تسمعينا من التليفون بس مشان تسمعي الدكتور بسرعة. مرام نوصي صوت التلفزيون، خليكي معي على سماعة التليفون لأن الدكتور عم يوجه لك أسئلة. متزوجة وعندك أولاد مدام مرام؟ نعم يا مرام. ايه متزوجة وعندي بنت. تمام، ممتاز ممتاز. هلا يعني شوفي اسمعيني مضبوط لأنه هاي الموضوع موجه للكثير حقيقة. المبيض متعدد الكيسات من الأمراض الشائعة في مجتمعنا، تصل نسبتها تقريبا ل 10-15% من السيدات بشكل عام، ومرضى اللي بيعانوا من نقص صوبة بتصل للثلث، يعني ثلث مرضى اللي براجعوا مشان الحمل عندهم مبيض متعدد الكيسات. لازم تعرفي شغلي شو هو المبيض متعدد الكيسات. هو عبارة عن فرط تصنع بلحمة المبيض، يعني لب المبيض بيجي سميك شوي، هذا بيفرز هرمونات إلى صفة أندروجينية، هي بتأخر شوي الدورة أو بتخربط الدورة، وأحيانا بتسمن سمنة جذعية، بتزيد شوي شعر بالجسم، بتعمل تساقط شعر الرأس تماما، وبتأخر الإباضة أحيانا. تمام. هلأ هذه شكل المبيض هيك، ما في دواء تاخذيه تقول أخذتها الدواء راحت كيسات من المبيض، لأنه خلقيا هو يقرر المبيض أو شكل المبيض من نوع المتعدد كيسات، لأنه يتحسن مع تقدم العمر، يعني بعمر 36-37 تلاقي راحة أعراضه، ممكن توقف عن العلاج، يترافق بمعظم الأحيان أيضا بنقص فيتامين دال، يجب التعويض لفيتامين دال أيضا. ليش نعطي محسسات المرض السكر؟ لأنه بيكون في عنا مقاومة للأنسولين بالمبيض، إعطاء هالجلوكوفاج أو هالميتفورمين من نفس الدواء، نفس الاسم العلمي ميتفورمين والاسم التجاري الجلوكوفاج، فبنعطيه لحتى نزيد المقاومة للأنسولين، لأنه 70% من مرضى المبيض المتعدد الكيسات عندهم مقاومة للأنسولين، فمعالجة السبب بيحسن وظيفة المبيض، وبالتالي يجب الاستمرار بالمعالجة حتى طبعا إذا كان في تأخير بالدورة أو تأخر شديد يجب تنظيم الدورة، الجلوكوفاج بعكس الآلية المرضية أحيانا، تعويض الفيتامين د، ريثما يعني أول شيء تنهي وظيفتك الإخصابية، يعني تصير عندك الكفاية من الأطفال، بعدين حسب الأعراض بتكون وحسب الرغبة بالحمل بيكون التوجه، يعني إذا كان ما في رغبة بالحمل بكفي ننظم الدورة ببعض الحبوب المانعة للحمل وهو العلاج الأول، إذا في شعرانية يجب علاج الشعرانية بكمان أيضا ببعض الحبوب المانعة للحمل الخاصة وبعض العلاجات المتممة، إذا كان المشكلة البدانية يجب أيضا ضبطها بضبط المقاومة للأنسولين. إذا يعني العلاج هو حسب الأعراض وحسب الشكاوى تماما، لابد من 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 مقاربة دقيقة للحالة، وهو كما أسلفت من أمراض شائعة أيضا في بعض الدول مثل الخليج يصل إلى نصف النساء
عندهم موجود تحت كيسات، فنسبته عالية جدا في الكويت على سبيل المثال. لذلك وعلاجه مهم ومعرفة الحالة مهمة، وطبعا يجب أن يعالج ولا يترك، لأنه أيضا تركه ممكن يعمل لنا فرط تصنع بطانة رحم قد يزيد من إمراضيات البطانة. لذلك العلاج مهم جدا يعني وبسيط ومعرفة الخط العلاجي يجب أن يتوائم ويتماشى مع احتياجات المريض بالدرجة الأولى. نعم يعني هي بس آخر شيء ختمت أنه أنا بدي ضلني طول عمري أخذ حب؟ هو يعني المعروف أنه المنتج يتحسن مع تقدم العمر، بسن 38 ل40 تقريبا بتزول الاعراض، لانه هو المشكله الاساسيه هي زياده بالجريبات على محيط المريض، وهي تتناقص مع تقدم العمر، بتعرفي تستهلك الجريبات مع تقدم العمر، لذلك الاعراض تتحسن بشكل عفوي بعد سن 38، اما فيما قبل ذلك حسب الشكوى. حسب الشكوى، اذا كان دوره منتظمه لا داعي للعلاج، او ما في شكاوى اخرى لا داعي للعلاج، اما اذا كان في اعراض بدنا نعالج الاعراض اكيد. نعم ان شاء الله يكون وصلك الجواب يا مرام، اكيد نتمنى لك الشفاء. دكتور نحن يعني الاسئله كانت متواليه ورا بعضها، عم تيجي كثير من الاتصالات، يمكن تعبناك شوي بس لا بالعكس أهلا وسهلا. بس اكيد دائما بموضوع خصوصا يعني بهذا الموضوع اللي له حساسيته، بتلاقي الشخص احيانا بيروح عند طبيب 2 3 4 بهذا الموضوع اللي له حساسيته، بتختلف الآراء. نعم. فبتلاقي المريض بفوت بحيرة من الأمر، وهو بسباق مع الزمن بخصوص هذا الموضوع. نعم. وخصوصا الأم يعني كثير من الأحيان أنه هذا الشعور هذا الإحساس الأمومة، الفترة محدودة عند المرأة أيضا، يعني فترة الخصوبة صحيح محدودة، لذلك هي بيكون عندها ضغط او صراع احيانا مع الزمن. فنحن يعني اليوم متقلين عليك شوي بالاتصالات، ولكن بالعكس هي طمعتنا فيك، والناس دائما بدها الطبيب الثقه مشان يرتاحوا شوي. مشكور جدا وبتشرف بالوجود. انا رح اخذ اتصال. نعم. كمان بدي اخذ نسرين. الو السلام عليكم. يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. بدي وجه سؤالي للدكتور. تفضلي. انه انا بعد الولد الثالث حملت حمل عنقودي، وبعد الحمل اللي عنقودي عملت لي تجريف وقالت لي بتمنعي سني، بعد السنه ما عاد صار حمل. شو السبب دكتور؟ نعم. شو هذا الحمل العنقودي يعني خوفونا منه كثير؟ نعم. يلا رح يجاوبك الدكتور. نعم. اهلا وسهلا فيك. هو الاسم العامي هو الاسم العامي للحمل بسموه الرحل العدريه، وهي نوعين، قد تكون جزئيه وهي بسيطه وقد تكون تامه. طبعا لابد من بعد سلبية بسموه، هناك تحليل يجرى لمتابعة شفاء الحمل العنقودي أو شفاء الرحل العدري هو البتا اس جي. في حال بس بعد الوصول للسلبية يجب منع الحمل، إذا لم تحتاج معالجة كيماوية يكفي منع الحمل لمدة 6 شهور، أما إذا احتجتي معالجة كيماوية قد لازم سنة حسب البروتوكول أو سنتين في حالات البروتوكولات عالية الخطورة. إذا الحمل العنقودي حالي تنجم بشكل عام، لها انواع عديده، لها سبب اضطراب صبغي او احيانا يعني تكون الذخيره الوراثيه كلها قادمه من الاب احيانا بالحمل الرحل التامه، وقد تكون هناك ثلاثيه صيغه صبغيه بالرحل الجزئيه. هلا موضوع تاخر الانجاب هو سؤالك الرئيسي، بعد مرور سنه ليس له علاقه مباشره بالحمل العنقودي او بالرحل العدري، له علاقه بمشكله ما يسمى بتاخر الانجاب الثانوي او نقص خصوبه ثانوي، قد له يكون له اسباب عديده، قد تكون اسباب حصلت بعد افراغ الرحل العدري على سبيل المثال اثرت على وظيفه البوقين، قد يكون نقص مخزون المبيض لديك، قد تكون ضعفة الاباضه على سبيل المثال، قد يكون هناك مشكله عند الزوج، بتعرف الزوج يتغير ولو انه انجب من 3 سنوات، قد يكون اصبح حدث له التهاب على سبيل المثال او ادى الى نقص او ادى الى قصور مترقي. اذا يجب دراسه الحاله كتاخر انجاب ثانوي يعني تماما واجراء الاستقصاءات اللازمه لذلك، ولا يوجد ربط مباشر بين الحمل العنقودي إلا بحالات المعالجة الكيماوية التي قد تؤثر سلبا أحيانا على مخزون المبيض. إذا يجب دراسة الحالة ومعرفة السبب كأي مريضة أخرى تأخر لديه الإنجاب بعد بشكل ثانوي يعني بعد الحصول أو الإنجاب أطفال. نعم هلأ بأخذ سؤال أم زين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أم زين، تفضلي سؤالك. لو سمحتي بدي أسألك سؤال. أنا متزوجة من 3 سنين، عندي طفل الحمد لله طبيعي. نعم. بعد وجب الطفل يعني كان فترة الحمل طبيعية، بعدها طلع عنده اعتلال مادة بيضاء، ضمور مخي، نقص أكسجة بالدماغ. توفى هذا الولد، بس بدي أسأل يعني شو الإجراء يعملها حتى ما تكرر معي حالة؟ نعم. حقيقة
رح يجاوبك الدكتور. انزين نعم. سمعنا نعم. من التلفزيون. الله يشفي لك يا اول. امين. هو أولاً. قالت انه يمكن توفى الطفل. ما بعرف توفى الطفل؟ اي اولا اعتلال الماده البيضاء هو مرض وراثي جسمي مقهور، يعني هذا يعني اذا كان فعلا تشخيص دقيق، اللهم اذا تشخيص دقيق انت تحملين الطفره وزوجك يحمل نفس الطفره. لا ادري اذا كان في صلة قرابة بينك وبين زوجك، فبس بشكل مؤكد انت وزوجك تحملين الطفره، لذلك نسبه انجاب اطفال مصابين هو 25%، ونسالمين 25%، وحاملين للطفره مثلك ومثل زوجك 50%، يعني احتمال انجاب طفل مصاب الربع، وثلاث ارباع يجي ظاهريا سليم، سواء كان ناقل او كان سليم. هذه الحالة الحل الوحيد لها حقيقة هو اللجوء لتقنية التشخيص الوراثي قبل الانغراس، يعني مثل تقنية أطفال الأنابيب تتحرر الإباضة وبنسحب البيوض، بنلقح كل البويضات، ناخذ خلية من كل جنين وبنحلل بنشوف فيها المرض هذا بتقنية الـ NGS ولا لا، تترجع الرحم بس الأجنة السليمة، هيك بنكون ضمننا أنه يجي 100% الولد سليم. فيما عدا ذلك الموضوع خاضع للاحتمالات، ويمكن كشفه اثناء الحمل ببذل السائل الامنيوسي او بخزع الزغوات المشيمائيه. نعم، راح اخذ اخر اتصال بحلقتنا لانه وقتنا شارف على الانتهاء. محمود، الو السلام عليكم. الو السلام عليكم محمود. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، تفضل سؤالك للدكتور. دكتور بعد اذنك، انا مريض غده نخاميه، معي قصور نخامه شامل. تمام. ايه صلي متجوز، عمري هلا 35 سنة، صلي متجوز 7 سنين. نعم تمام. لهلا ما الله رزقني بأولاد، ان شاء الله الله يرزقك الخلف الصالح قريبا. اخر غدة رحت لعنده طلب لي خزعة من الخصية وطلع ما قال لي انه ما في بذرة. نعم شو الحل حكيم؟ تماما، يلا رح يجاوبك. انا بتمنى تسمعني ايضا منيح، ان شاء الله الله يرزقك مثل ما اسلفت الخلف الصالح قريبا ان شاء الله. هلا سمعنا من التلفزيون أولاً اخي محمود، قصور الغده النخاميه الشامل يعني لحسن الحظ هو من الامراض التي يعني واعده جدا والامل فيها كبير جدا بالانجاب، يعني اكاد يعني اذا بدي اعطيك نسبه تكاد تتجاوز 90%، بس يجب مقارنه الحاله بشكل دقيق. اولا هي الحاله يجب اولا اعاده الهرمون ال اتش حتى يرتفع التستوستيرون على سبيل المثال، ثم هرمونات الغده النخاميه موجوده على شكل ابر. مشكله العمليه انه علاجها مكلف، يعني علاجها بده ياخذ ويحتاج الى علاج من سنه لسنه ونص بتعويض هرمونات الغده النخاميه. المشكله انه المريض او الطبيب احيانا بمل الابر مكلفه، عمل 6 شهور، اخذ 6 شهور الابر وبعدين بيعمل تحليل ما زال صفر التحليل، ف بيلجا احيانا للخزع الخصي مثل ما صار معه، ما بيلاقي مطاف. هو علميا يعني يمنع اللجوء لخزعه خصي او خريطه خصي، خزعه الغيت اصلا، خريطه الخصي او تفتيش النطاف بالابره الدقيقه، هاي ما يسمى قبل مرور 18 شهر على المعالجه. فانا متاكد انه الاخ الكريم ما اخذ 18 شهر بشكل متواصل، وعندما ينقطع عن العلاج بده يبدا عد جديد، كانه ما اخذ شيء، بده يرجع بده 18 شهر جديد. اذا يجب اخذ العلاج بشكل مستمر على الاقل سنه، على الاقل سنه، بعدين الاستقصاء. معظم الحالات تستجيب للعلاج، معظم الحالات، الا اذا كان في مشكله اخرى بالخصية هي غياب الخلايا المولده، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا. نعم. انصحك بالمتابعه الدقيقه والصبر بالعلاج، هي الحاله التي الحالات تحتاج الى صبر، يعني قبل مرور سنه يجب ما يصير اي تداخل على الخصية، وفي نعم. معظم اؤكد لك انه معظم الحالات تشفى وتتحسن ويحصل نطاف على الاقل، بصير حمل بالاخصاب المساعد. ان شاء الله يا رب. وقتنا شارف على الانتهاء، ان شاء الله يا رب الذرية الصالحة لكل حدا بيحب الأطفال، بتمنى الذرية بإذن الله تعالى. دكتور اليوم يعني نحن اليوم بنقول أنه مع تقدم هذا العلم والطب والدراسات والأبحاث ومثل المؤتمرات اللي عم نساويها، يعني صار في عنا إذا بدي أقول نسبة مئوية يمكن فوق ال 95%. معظم الحالات حقيقة لها علاج، طبعا لا شك
العقم يعني ويجعل من يشاء عقيما. أكيد في ناس ما لا حل، وهي بشكل رئيسي غياب أو قصور المبيض المبكر وقصور الخصية التام. فيما عدا ذلك معظم الحالات لها، وحتى هذه الحالات الأمل واعد بالمستقبل إذا الله عز وجل. شفتي طلع في عنا زرع الرحم جديد، اللي ما عنده رحم حتى صار إلى حل صحيح. هو زرع الرحم وصارت تنجب على سبيل المثال. يعني الطب في تطور مستمر أكيد. والاختراقات يعني مستمرة إن شاء الله بالطب، والتطورات مستمرة. نعم. وإن شاء الله كلنا نحن في مجتمعنا نستفيد من هالتطورات من خلال هالمؤتمرات، من خلال تبادل الخبرات، من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لأطبائنا ولطلابنا ولأساتذتنا. فإن شاء الله الأمور بتكون دائما نقل هالخبرات لمجتمعنا، هي بصراحة خلينا نقول مسؤولية أخلاقية وطنية. أكيد بدنا نشكرك دكتور، يوم نورتنا بحلقتنا، يعطيك ألف عافية، عزبناك معنا. بالعكس شكر لكم وأنا سعيد جدا. شكرا لك المعلومات معكم القيمة اللي أعطيتنا إياها وعطيتها للسادة المشاهدين. تشكر الأستاذ الدكتور مروان الحلبي. نعم. استشاري أمراض العقم والإخصاب والوراثة ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات التوليد وأمراض النساء والتوليد. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، إن شاء الله دائما بنشوفكم بخير. شكرا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على طيب متابعتنا. لكم مني ومن أسرة عملنا أطيب التحيات، دمتم برعاية الله.